أيضا لاعب فريق النجف الكابتن أحمد عبد الحسين ولاعب منتخبنا الوطني. مرحبا كابتن أحمد. مرحبا كابتن علي، مساء الخير عليكم وعلى برنامج كرة. شكرا على حسن الضيافة، أتمنى لكم الموفقية إن شاء الله. أحمد، مبارك لك استدعائك للمنتخب الوطني، يا رب خطوة موفقة بالاتجاه الصحيح. أشكرك أستاذنا حبيبي، رحم الله والديك، الحمد لله والشكر. ونبارك ايضا للكابتن سعد عبد الحميد تجديد عقودهم مع منتخب الاشبيليه. اليوم نخلصها مباركات بدايه الحلقه. نبارك لكم كابتن. شكرا لك، وان شاء الله القادم يكون افضل لنا ان شاء الله مع المنتخب. بالمناسبه احمد، وراء البرنامج راسلني، عندنا لك مقطع فيديو صورناه انا والكابتن سعد عبد الحميد، لك هذا حصري المقطع. اشكرك حبيبي، اشكرك. الله يحفظك. شلون شعورك بالاستدعاء؟ شلون استقبلت خبر استدعائك للمنتخب الوطني؟ والله استقبال يعني فرحة كبيرة كلش، يعني مثل ما تعرف انت، مثل لاعب لحد الان لاعب دوري عراقي، كل لاعب يطمح انه يمثل العراق، تعرف انت، فرحة كبيرة كانت. اهلك، اصدقائك، الاقارب، الجيران؟ والله الأهل الأصدقاء كلهم باركة، وكلهم يعني مثل ما تعرف فرحانين، كلش فرحانين. تعرف المنتخب العراقي مو سهل يعني، وخاصة بالاستدعاء هاي للقائمة، الحمد لله والشكر، وما أجي من فراغ يعني، مع زملائي اللاعبين بالنادي وأكثر اللاعبين يعني عندنا يستحقون تمثيل المنتخب الوطني. راح أسألك بيهم بعدين، بس ردت أسألك، هذا أول لقاء تلفزيوني مباشر تطلع بيه أحمد؟ اي اول لقاء تلفزيوني. الله يعينك ويعيني. ها الكابتن في